نيها، أهلين، كيفك؟ كيف الوضع عندك؟ ليلة الطقس هنيك زعجك شي؟ طمنيني. أنا بصراحة لأنه متعودة على الشوب عنا بالبلد، أول ما وصلت بردت شوي، بس هلأ تعودت على الجو. أنت كيفك؟ أنا ممتاز، كله تمام. وباري كيفة؟ يعني باري كمان ممتازة ومبسوطة كتير، وعلى فكرة عم تعمل كل شي عم قلة عليه بدون نقاش. عن جد أنا كتير اشتقت لكم ياش. ونحن اشتقنا لك، بس ما بدي قلك هذا الشي هلأ لأنك بإجازة ولازم تنبسطي. ألو ياش؟ شو قليلي؟ عفوا، ما قلت لك؟ تعرف إنه بجلسة التدريب ما عطونا شي اليوم؟ بس تعرفنا على بعض وعملوا لنا فتلة لنشوف المدينة. شو عم بتقولي انتي؟ ايه؟ حلو، ممتاز. ليلي هلأ شو شفتوا هنيك؟ شفنا النهر كتير حلو، وأنا لساتني قدامه هلأ، مبسوطة كتير. وانت رح تحب هالمكان. ليك شو عم احكي، أكيد انت اجيت لهون من قبل. ورحنا على قصر بجنن اليوم، وبعدها رحنا تسوقنا. خالته كانت رح تحب هالمكان كتير. وباري كانت انصدمت لو شافت القصر قديش حلو. كان بدي اشتري شي شغلة لمرت أخي، بس ما عرفت شو لازم جبلها. نيها لا تفكري، إذا أجي على بالك تشتري شي لا تاكلي هم، أنا ببعت لك مصاري من هون فورا، ماشي؟ لا معي مصاري، رح اشتري على قد المصاري يلي معي وبس. صحيح بتعرف الشركة رح تعطينا مصروف يومي. شو عم بتقولي؟ معقول؟ يا سلام. ليش هيك عم تحكي ياش؟ هي قواعد الشركة شبك، وأكيد بتعرفها. إيه صح معك حق، آسف نسيت هالقواعد. وبتعرف كمان شفت عجلة مي كمان، وقال بيسموها عين النهر. أكيد باري كانت حبتها كتير لو شافتها، وكانت انبسطت. واو، جاي على بالي أخذ باري ونجي لعندك بعد اللي قلتي. يا ريت، بس أنا عن جد اشتقت لكم كتير أنت وياها. أكيد رح نجي شي مرة كلنا. أكيد، بس لا تضلي تدقي كل ما اشتقتي لنا، لأنه نحن كمان ناطف قلبنا عليك. وإذا باري سمعت كل الشغلات اللي قلتي ليها رح تعصب علي كمان وتبلش مشاكل. ماشي سكتت. طيب وين باري؟ باري الحقيقة عم بتجهز حالة. لوين رايحة؟ بصراحة اليوم عيد ميلاد رفيقة أوجاس، بقى نحن معزومين على الحفلة. أوه، معناتها اليوم مشغول كتير. ايه عن جد يسلموا، أكيد عندك شغل كتير ومع هيك عم تهتم بباري. أنا مبسوط كتير مع رفيقتي أصلا، مبسوطين كتير بعطلتنا سوا، ليش عم تتدخلي فينا؟ طيب انبسطوا، بحبكم. شو قلتيلي؟ عيدي لأني ما سمعتك. بحبكم. ألو نيها، ما سمعتك منيح، عيديها بصوت عالي شوي. ياش هلأ بيسمعوني، حاجة لا تحرجني. ايه بس مرة يلا قوليها بصوت عالي. أنا بحبك كتير. وأنا بحبك كمان. وطي صوتك عيب، هلأ بسمعك حدا. ما في شي، وإذا سمعوني أنا ما عم بحكي مع مرتي المستقبلية. طيب سكر هلأ. ايه انتبهي على حالك وانبسط منيح بمشوارك. باي باي. رفيقي نام. شوف شو رأيك بهالفستان؟ حلو كتير، وأكيد رح يطلع بجنن عليكي. قلي بس أنت عندك أوعي نفس هاللون؟ عندي أنا؟ إيه؟ بدك يانا نلبس مثل بعض؟ إيه؟ لا ليش؟ نحن لازم نلبس نفس اللون على حفلة العيد ميلاد. نلبس نفس اللون؟ إيه. ليش؟ لأنه أنا وماما كنا نلبس أواعي من نفس اللون على كل المناسبات اللي نحضرها، بس أمي مو هون، ما في غير أنا وأنت. أوه هيك لكان نيالي. بس اسمعيني شوي، عندك شي فستان غير هاللون يعني أزبط؟ مثلا يكون أبيض وأسود أو أزرق، يعني هالألوان بتلبق لك أكتر. مو هلأ قلت لي إنه الفستان كتير حلو وقلت لي إنه بده يطلع بجنان؟ مزبوط قلت لك هذا الحكي، بس الحقيقة إذا بتلبسي غير لون رح يطلع أحلى. شو قلتي؟ لازم تلبس من لون هذا الفستان ولا تناقشني. بدك ألبس أواعي يكون لونه مثل هالفستان تبعك؟ بتلاقيه حلوة؟ شو هاللون الخارق يا رفيقتي؟ طيب قولي لميتيلا تجهزك لكان وبعدين منطلع، ماشي؟ باي باي، بشوفك بعد شوي. ماشي. ها شو عم بصير معي أنا؟ ليش لحتى يكون عيد ميلاد أوجاس اليوم؟
يسلموا ايديك. شكرا. اهلين. باري 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 حبيبتي، شو رايك فستاني الجديد؟ عجبك؟ ايه الفستان كتير حلو، بس صار احلى بكتير لانك انت لبستيه ومزينتيه. مو معقول شو طالعة حلوة مثل الأميرة. لك بنتي بدي أتشكرك لأنه عجبك فستاني حبيبة قلبي. عن جد إنك شطورة، أنت مهذبة بكل شي بتعملي. يا عيني عليكي حبيبتي الشاطرة. أهلين، تعال فوت، تعال شوف باري قديش طلع حلوة، لبست الفستان اللي جبت لي. لا، الأحسن أني ضل بعيد. الحق معه، المهم أنه عرف حدوده لوين. ليش جدي؟ أنتوا الاثنين ما بتحبوا بعض يعني؟ جاوبني جدو. باري تعي، يلا تعالي معي، وإلا رح نتأخر على تقطيع الكيك وتفوتك هاللحظة الحلوة. يلا. أوجاس، مستحيل يقطع الكيك قبل ما أوصل. مزبوط حبيبتي، منشان هيك ما لازم نتأخر عليه. تعي أميرتنا الحلوة. يلا. هاي 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 باري، ضبط لك الساري. شو رأيك انت؟ أوعينا لابقى لبعضنا ولا شو؟ لكن طالعين مثل بعض تماما. مثل بعض، ممتاز. يلا يلا يا صبايا. شو هاد؟ ما في غير النسوان؟ اختي جودي. اهلين باري، كيفك يا حلوه؟ انا منيحه كثير.